بعد الانتخابات التشريعية مؤخرا ترى اللي الظروف نتاع المعيشة والاقتصاد نتاع المواطن التونسي ممكن تتحسن؟ ما يتحسنش حتى ترى. الوعود الكاذبة اللي عام عاش يدور اليوم من يوم 2011 وإحنا نقصوا في الثورة ما تزيدنا حد شيء من واحد، بالعكس كل يوم ماشيين في الديتاي والبلاد قاعدة تغرق، كل يوم زايدة تغرق من ناحية المعيشة والاقتصاد القد، من ناحية القفة متاع الإنسان البسيط ما عادش قادر عليها، من ناحية الكراء قاعدة الماء والضوء فترة تقديرية وديما ماشية الماء كل شيء يزيد، يعني حالتنا الاجتماعية صعبة. منين؟ ما دام الاقتصاد راقد، أنت تمون في الأحزاب وتمون في المشاكل، ومش كتمون حتى في الاقتصاد، مش كتمون الإعلام اللي يعطيه دور كبير ياسر وبارك الله فيه، علاش ما يقومش على الاقتصاد؟ علاش يمون في اللي في الأحزاب؟ الأحزاب شنو استنفعنا منهم قد من 2011؟ شنو يعطونا في الدولة؟ شنو يعطونا؟ السبيطارات ما فيهاش دواء، معيشة صعبة، الحياة اليومية قاعدة تمرر، الحياة اللي عشناها صعبة. علاش وصلنا للدرجة هذه؟ سؤال موجه للدولة، علاش وصلنا للدرجة هذه؟ ليش وصلنا للدرجة هذه؟ أحزاب خلت اليوم تكذبوا علينا، فين جيبوكم، فين عملوكم، فين دنوكم، في كل ما علينا ما عملونا. لا في النظافة، لا في شوارعنا، لا في الإنارة، لا في المستوى البلدية، لا من مستوى الإدارة، لا الإدارة نمشي الإدارة باش نقضي شهور، في مؤسسة، أه؟ والله اليوم ما جاتش معلمة، والله في اجتماع. نحن ندفعوا فلوس وما ثم شيء في البلاد، وينهم الانتخابيين؟ وينهم السياسيين؟ وين دولتنا؟ نحن اعطيناهم فرصه للمندا بخمس سنين، هم استناوهم باش يشكلوا حكومه وباش يخدموا. خمس سنين، احنا فاتوا اكثر من ثمانيه سنين ما عملوا شيء. الجديد هذا باهي عملنا انتخابات تشريعيه، شنو انت باش تتحسن الوضعيه في ظرف وجيز؟ ما تتحسنش. على الدينار الطايح، على الاقتصاد الراقد، على المعامل مش تخدم. علاش مش تخدم؟ شنو تتحسن فيها الوضعيه؟ على الفلوس اللي قاعده باهظه خارجه في الشارع كيكا، اموال عموميه قاعده في الهدر، ويني ويني الرقابه الاداريه؟ ويني الدوله؟ ويني هذا كله؟ غياب الدوله، سوء تصرف الاداره. ويني سوء تصرف الاداره؟ دوله ما فيهاش اداره ما فيهاش ركيزه، لا في اقتصاد ولا في نمو ولا في تعليم. نحن عملنا انتخابات تشريعيه على اساس باش تنمو البلاد باش تتحرك، ما فينا ما فما شيء. وضعنا النتائج ما تظهرش توعات حتى تتشكل الحكومه وحتى المجلس الجديد يشد بلاصته. يا راسي خيتي لا يصير شيء في اهل البلاد، نفس المعبوكه ونفس الرده ونفس المشيه هي هي، لا في مستوى الصحه ولا في التعليم ولا في البلديات ولا في اي منهج تمشي، الدوله مش ماشي. ليش؟ سياستنا داخلين بها غلط. ناس تعبي فركانة، فلوس قاعدة خارجة، فلوس في الهدر، في الإعلانات، في الحاجات الفارغة، ولا في اقتصاد. هات مون المشاريع الصغرى، هات مون الفلاحة، هات مون الواحد، خلي تدخل للدينار، خلي يطلع الدينار نتاعنا، افتح لنا سوق، افتح لنا مراكز دعم. ويني ما فما شيء. فش شكرا عايش برك ما خير مزيح. لكن ندعو للناس الوطنيين اللي يحسوا بالبلاد، ارحمونا لنا تعبنا من القفة ومن المعيشة، ارحمونا يزونا من وعود الكذبة، ارحمونا.